لاحظ انه في مجموعه انه منيحه من الحكماء او المعلمين الروحيين منتشره بالعالم، في قسم عنده مثلا اتباع او ناس يعني جماهير اكثر من قسم. حابه افهم ليش، شو الفرق بالموضوع، وهل ممكن يكون عنده جماهير اكثر هو احسن، وشو الفرق بين الموضوعين هذول، او ممكن تضولنا الضوء على هالموضوع اذا بتريد. لان احنا بدوره اسمها دوره زهر اللوز، بتكون خضرة بالبداية، فيها طراوي مع حلاوي مع حموضة مع ملوحة، نقدر ناكلها على شكل بسموه قرعون. تعرفوا قرعون اسمه عندكم؟ لوز أخضر، فج، يعني بعد فج هاي اللوزيات. انت عم تاكلي القشري الطري الخضراء مع القشري اللي بتتصلب مع اللب. لما بتستوي ثمرة اللوز، القشرة الخضراء بتصير علف، ترمى، والصلبة تكسر وترمى، بضل في لب اللوز، فحر الإنسان بياكله ني أو حسب درجة الاستواء. المهم، قد علم الناس مشربه بكل شرع ومنهاج، كل إنسان له موج حسب حال الناس، مقدار الاستيعاب، طبقة الوعي. غالبية البشر وعي مادي حسي، بهمهم حياة مادية مرفهة خالية من الأمراض، فيها سعادة ولو مؤقتة، المهم أن نكونوا مبسوطين على كيفهم. هي أكثر شيء بتكون بجيل الشباب، بعد في عندهم عمر طويل هيك اضطرب لعيشوا بالحياة، فحابين يعيشوا بطاقة قصوى. ففي معلمين بيعلموا كيفية العيش بسعادة وسلام ضمن دائرتي الولادة والموت. غالبية البشر، كل البشر بتحب هذا الشيء. وانت بهي الحياة الثنائية بتحب تعيش حياة تعتبر مريحة سعيدة، ولو أن حياتك ستنتهي بالموت، ما بيهمك شو في بعد الموت، بيهمك الآن. هيك عقيدة غالبية البشر خصوصا الشباب. صار مثلهم مثل ثمرة لوز اللي بعدها ما استوت، وعم ناكل القشر مع اللب، ما بيهمنا، أكلنا كل الثمرة. شو ممكن استفدنا؟ استفدنا طاقة عالية صحيح، أما ما خلينا مجال لبذري تنبت في المستقبل، يعني أخذنا كل الطاقات واستهلكناها في حياة واحدة. ففي معلمين مثلا بيعلمونا كيفية تحصيل المال والرزق وكيفية الشهرة، كيفية إنه نربي قدرات، كانت فكرية أثيرية حتى أدبية فلسفية، أو قدرات مادية، رياضات معينة، كله إيجابي، ولكن هذا ضمن ما يسمى دائرة الولادة موت. نادر ما أن يفكر فرد خصوصا في مقتبل العمر، نادر ما أن يفكر ماذا بعد الموت، حياتي بدها تكون بالمستقبل بعد الموت. أقول لك ما بيهمني أبدا، ولا كأنه في موت، علما بأنه احتمال موته دوما 50%. الإنسان بيتغاضى تماما عنه، يأخذ بعلوم الطاقة وغيرها لأجل أن يتمتع بالعالم الحسي. أما الناضج بالوعي يأخذ مثل ما بيأخذ هذا الشاب بهذه العلوم، ولكن
بتخلي وزهد بلا تعلق، ما في عنده نهائيا هوس هذه الرغبات الخارجية، صار في عنده حكمة داخلي وصار بده حياة ما بعد الموت، حياة الوعي. ففي معلمين أو حكماء يعلموننا كيف نعيش ضمن دائرة الولادة والموت، وفي حكماء يعلموننا كيف أن نكسر حاجز الولادة والموت وننمو دوما بالوعي. يعني في ناس عبي خلونا نعرف ما بعد الموت، رواد هؤلاء الحكماء قلائل، فطبيعي انه ما يكون في شعبية كثيرة لهؤلاء الحكماء. اما الجوهر فيهم، لب ثمرة اللوز فيهم، الثمرة الابدية فيهم، هذا لا يعني انتقاص من المعلمين الآخرين، أما لكل شرع ومنهاج. صفوف مدرسية، طلاب الصف الأول الثاني الثالث، معلمين للصفوف، الحشد البشري مش مقياس أبدا. الوعي الجمعي الأرضي هابط، والحشود بكثرة تعدادها ليست بمقياس. المقياس سليم، بيختاروا الإنسان على حسب ما هو يريد، لأن عد الإله بالتخير. هل يريد الإلهية أي الشمولية؟ هل يريد الأبدية؟ هل يريد التحرر من دائرة الولادة والموت ليصعد مع الذين هدى المولى في عوالم؟ نموت فنموت، سموت فسموت، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يعني فيها تحدي كبير، انه عايش انت بالارض كسفينه على وجه الماء، ما بتسمح لمياه المحيط اي العالم الارضي ان تخترقك. هي النفس اللي بتكون بهذا الشكل هي حكيمه، واصلا بمدرسه حكماء. لا خوف ولا حزن ولا من يحزنون، هي عايشة الحياة ضمن دائرة الولادة والموت وتعيها بما بعد الموت. هي حياة حلوة يطمح إلى الطامحين الروحيين. فهي بالذات تعليم اسم علوم الوعي الخاص أو علوم التوحيد الخاصة، أدفيتا. حتى أدفيتا ماكراندا يعني الصنص الجوهر اللي للأدفيتا، علم التوحيد الأساسي الجوهري، الخلاص من هذه الثنائية. فبحساب نسبي مئوي ممكن ما في واحد بالألف يرغب بهذا الاتجاه، والباقي يرغب التمتع بالعالم الخارجي، علما بأنه العكس. من طلب خلاص الروح ووعي الروح والخلاص من دائرة الولادة والموت سيعيش ضمن دائرة الولادة والموت بسعادة دائمة بالرغم من صعود التيار وهبوطه، وحتما حتما مستقبله مؤمن مثل ما هو الآن. بينما باقي النفوس عم تعطى من قبل الحكماء اللي بعلموها كيفية الانضباط الطاقي ضمن دائرة الولادة والموت، عم تعطى زواد طاقي وبتعطى معلومات روحية على شكل مقنن. أما بتاخذ كل العلوم سواء، بتاخذ علوم مؤقتة وحياة مؤقتة خارجية وداخلية، مثل ثمرة اللوز الغضة. فما الفرق؟ مين أحسن؟ لا يمين ولا يسار، لا أعلى ولا أسفل، بالعلم الروحي الصحيح، بالوعي الإلهي كله جيد، كله مطلوب، لأنه الله يعني إرادة حرة وأعطى كل إنسان حرية الاختيار. قد علم الناس مشربهم، فالإنسان حر. أما
تخبرنا الحكمة لكي لا يبيع الإنسان نفسه بثمن بخس دراهم معدودة. فباع بقوله فباع الدين بالدين، مقصد هون بالدين يعني جوهر الروحانية الأصيل اللي بيخلصنا لعالم الأبدي، بالدين يعني مقابل أن يتمتع بالعالم الحسي متعة مؤقتة. الإنسان المتحقق اللي على العلم الأحدي، الحكماء نادرين، يعيش الحياة بطولها وعرضها باتزان، ومع ذلك زاهد تماما بالعمق وكأنه صورة، بينما الآخر تتضخم الأنا وتستعر الرغبات ويعيش بنشاط في العالم الأرضي وبيعمل مجد وشهرة دنيويين مبارك. أما عسى أن لا تكون على حساب الروح، في ناس بينموا طاقات الدنيا على حساب الطاقات العليا، وهي حال غالبية البشر. إنسان مقامات أو شاكرات، تنمية طاقات الدنيا على حساب الروح وصف بالقرآن الكريم، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، نار الذين حجبوا عن عين اليقين. بينما الزاهد بما يسمى الدنيا، أي مقامات الدنيا، مادي أثيري عاطفي عقائدي، زاهد أي متوازن في وعي شاهد من أعلى، هذا الإنسان يصل لبر الأمام بمركب سليم دون أن يغرق هذا المركب بالماء، يصل لبر الأمام ويعبر محيط الحياة ولا يتنغص على شيء، لأن رب العالمين معطيه القناعة، والقناعة كنز لا يفنى، ثراء داخلي. بينما النفوس الأخرى اللي حابة تنمو بالطاقات والذكاء الأرضي لكي تحصل ثراء خارجي وقوة خارجية وسياحة حتى فضائية وأثيرية خارجية، كلها حتى الخروج الجسد الأثيري كله خارجي وساطات روحية، هذه النفوس من لاحظ أنه بقيت تستعر بها الرغبات وانتقلت معها لحياة تالي، وهكذا تستمر بولادي موت ولادي موت. إذن فرق بين حكيم وحكيم، هي الدرجة بالذات، هل تعلمنا الحكمة كيفية الخلاص الأبدي؟ ما هو الخلاص الأبدي؟ إشارة قيامة السيد المسيح، قيامي في عالم الوعي من الموت، ما عاد في ولادة جديد. يفهم القابعين ضمن دائرة الولادة والموت إنه عبارة عن قيام جسدي، وتصير العقائد كلها مادية، ومن عيد القصة نفسها، ومن عيش الآلام المسيحية بشكل عاطفي، بشكل شفقة، بدون أن ننمي بنا الوعي المسيحي الكوني. لذلك صار في مذاهب واتجاهات ومدارس روحية مختلفة. طيب مين الصح؟ أمور نسبية تماما. ما هو صح بالنسبة لك هو غلط بالنسبة لغيرك والعكس. هي أهمية عدم الحكم والتقييم. في ناس تحب هذا العالم الثانوي الأرضي مباركين فليكن، في ناس مخصص إلهم مظاهر إلهية عم تنميهم باتجاه الإلهية أيضا مباركين. إذن أنت روحك إلها موجي
تتناغم مع موجة معلم في طبقة ما. ومبارك للجميع.